اليوم المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال قطاع الشباب تعطي انطلاقة برنامج شبابي رأسمالي. البرنامج ديال شبابي رأسمالي يهدف بالأساس إلى ترسيخ ثقافة المقاولاتية عند الشباب من خلال جعل مؤسسات الشباب والأندية النسوية فضاءات لاستقبال الأفكار ديالهم، المبادرات ديالهم، الأرواح الفكرية ديالهم من أجل تشجيع الفكر المقاولاتي للشباب. الرهان الأكبر اليوم لمغرب الغد هو الاستثمار في الشباب ديالهم، والاستثمار في الشباب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التكوين، التعليم، الصحة، ولكن الأهم هو تأمين الإدماج السوسيو-اقتصادي المناسب لهذه الفئة العمرية. من مسؤوليتنا كقطاع الشباب هو أننا ننصت إلى الشباب، نتفاعل مع انتظاراتهم، مع متطلباتهم، وتكييف الأنشطة ديالنا مع هذه الاحتياجات. اليوم قطاع الشباب يعتبر أن الرهان الأكبر والتحدي الأصعب هو تأمين الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وأعتقد على أنه من خلال برنامج شبابي ورأسمالي يعتبر إجابة حقيقية على هذه الانتظارات. من خلال جعل فضاءات ديال الأندية النسوية ومؤسسات دور الشباب وأيضا مقرات بعض الجمعيات المشتغلة في مجال تشغيل الشباب فضاءات للتكوين، لاستقبال الأفكار، لتشجيع الأفكار، لإعادة ثقة الشباب ديالنا في أولا في ذواتهم، ولكن أيضا ثقتهم في مؤسساتهم بمختلف تدخلاتها. شبابي رأسمالي يعد الشباب ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه سيؤمن الاستجابة المناسبة الناجعة والفعالة لانتظارات شباب الجهة. شكرا لكم، ونلتقي في تنفيذ هذا البرنامج في القريب إن شاء الله. لابد أن نقول أن مركز بين الشباب الحمد لله منذ 2015 يوم حنا سعداء جدا اننا نكونوا في هذا البرنامج. تحيه طيبه. اليوم مركز المهني شباب وقع واحد اتفاقيه ديال شراكه وتعاون مع المديريه الجهويه للشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب، اتفاقيه الهدف ديالها يعني في اطار واحد البرنامج الشبابي شبابي ورأسمالي، الهدف ديالها هو تنميه الحس المقاولاتي لدى الشباب بجهه طنجه تطوان الحسيمه. احنا كمركز مهني شباب يعني اكتسبنا خبره في هذا المجال من خلال عده انشطه اللي نظمناها ومشاريع اللي نفذناها في هذا المجال، فاحنا يا جد سعداء اننا نكونوا شريك اساسي مع واحد المؤسسه، واحد يعني قطاع يعني ديال مؤسسات ديال الحكومه. فاليوم انطلاقه ديال هاد التوقيعات، كان ان شاء الله تعالى في باقي الايام غندوزوا لتنفيذ هذا البرنامج اللي كنتوخوا منه الخير للشباب ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. اليوم نحتفي ببرنامج جديد اللي هو شبابي ورأسمالي، الذي جاء استجابة لطلبات الشباب والجمعيات العاملة أو الطامحة إلى العمل في مجال تكوين وإدماج الشباب عبر الرافعة المقاولاتية. أيضا هو استجابة أيضا وتماهي مع السياسات العمومية في مجال تكوين إدماج الشباب. أيضا هي مساهمة منا بسيطة في إعمال المادة 33 و34 من دستور المملكة المغربية. فيما يخص الاتفاقية ديال اليوم عنا مع خمس جمعيات، هذه الجمعيات هي نوعا ما جمعيات نوعية مهنية محترفة لديها عدد من الإمكانيات ولديها عدد من الآليات، خاص هناك ما هي من الجهة وهناك أيضا بطبيعة الحال التي ارتأينا أنها نستفيد من جهات أخرى نظرا لتجاربها النوعية ومقارباتها الجيدة في هذا المجال. حاولنا قدر الإمكان يعني تحفيز فعاليات المجتمع المدني أيضا عن طريق تمكينهم من دورات تكوينية في المجال من أجل رفع من قدراتهم في مجال تأطير وتكوين الشباب عبر الاندماج الاقتصادي
كمقاولة نموذج، لأن هناك عدة أساليب وأدوات للإدماج الاقتصادي. برنامج شبابي رأسمالي هو برنامج موجه للشباب من أجل الشباب للحث على ولوج عالم مقاولات ونشر ثقافة المقاولاتية بين صفوف الشباب والنساء أيضا، أن البرنامج هو موجه لرواد دور الشباب ورائدات الأندية النسوية وكذلك الفاعلين الجمعويين بفضاءات الجمعيات المتواجدة بالمدينة. عندنا خلفية ديال هذا النشاط، لمست اهتمامات الشباب وبالتالي جاء هذا البرنامج. عندنا تجربة في مركز خدمة الشباب الحي الحسني، عندنا تجربة في مركز خدمة الشباب الشفاء. من هذا المنطلق المديرية كترغب أنها توسع مجال اشتغال جميع مؤسسات الشباب والأندية النسوية طنجة أصيلة ولملب جميع أقاليم الجهة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.